الدولي، وكذا تعزيز التعاون المحلي والتعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد. ونحن في محافظة البحيرة جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة المصرية بعناصرها المختلفة، نشرف بالتعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات الرقابية، ولا نقف مكتوفي الأيدي أمام أي منحرف أو فاس أو مهم عرقل مصالح المواطنين. فمنذ 1/9/2018 وقد أحيل إلى النيابة العامة 37 موضوعا قيد التحقيق، وأحيل إلى النيابة الإدارية 534 موضوع آخر. أما عدد المخالفين التي توقع عليهم الجزاء فكان رقمه 6783 مخالف. ولم نتوالى عن عقاب كل مخالف وتوقيع الجزاء العادل لكل فاسد. لا يتقي الله في وطنه ودينه والأمانة التي بين يديه. إن مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد تجاوزت من التحديات الأصعب، ولا تزال تواجه تحديات الإرهاب والكورونا بعزم أكيد وبأس شديد. وهي اسطنبول بكل هذه المنجزات، وتواجه تحديات الفساد والإرهاب ومخاطره التي اختلت أحلام دول كبيرة وعطلت تحقيق الكثير من أمالها. لم تنل من الاقتصاد المصري شيئا ولا من عزيمة القيادة السياسية الحكيمة، بل وبإقرار العالم أجمع زاد معدل النمو وارتفع الاحتياط النقدي للبلاد في ظل الأزمة والأزمات التي تتعرض لها مصر مثل كورونا. إن في ذلك شهادة حق لدولة تتقدم وكلمة صدق لرجل لا ينحني إلا لله عز وجل. إنه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عاش مصر وعاش شعبها وعاش جيشها وشرطتها ومؤسساتها التي تحارب من أجل بقائها ونمائها.